كلمة طيبة هي من أعظم ما يلامس وجدان الأب أو الأم. لذلك قال أبو العلم: فمؤانسة الآباء والأمهات هي من أعظم ما يرضي رب السماوات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن كالكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروت من دمي سرورا السماوات. ليس له الحاجة في مال ولده أو في مال بنيته كريمته بقدر ما يحتاج إلى مؤانسة طيبة إلى لحظات نفيسة من هذا العمر القصير في هذه الدنيا، مؤانسة يطيب بها قلب الوالد ومؤانسة يطيب بها قلب الوالدة ويرق بها قلب الوالد وقلب الوالدة على حد سواء. الصبر على طباع الآباء والأمهات عند الكبر. لذلك قال أهل العلم خصوصا علم النفس، قالوا بأن الأب إذا كبر في السن أو الأم كذلك إذا كبرت في السن، وهذا من السنن المعلومة في الخلق عموما، تتغير طباعهما. ولذلك قد تجد حدة عند الأب أو حدة عند الأم، وقد يكون العكس بالعكس حسب أحوال الناس وما قدر الله عز وجل من الابتلاءات على الخلق، فعندها يصدق الولد البار بوالده. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.